لماذا صرف الأهلي النظر عن ضم مصطفى شلبي؟ ده طبعا يعني الخبر الأول هيكون معانا. الحقيقة ان يعني مصطفى شلبي واحد من اللعيبة اللي كان الأهلي بيسعى بشكل كبير جدا لضمها في الفترة الماضية. مصطفى شلبي واحد من اللعيبة الكبار جدا، قدم موسم كبير قوي مع فريق انبي الحقيقة في الموسم الماضي، والأهلي كان بيسعى لضمه بشكل كبير في الفترة الحالية. لكن الحقيقة ان الفترة اللي فاتت دي كانت شهدت توقف للمفاوضات بين مصطفى شلبي والنادي الأهلي. خلينا اقول لحضراتكم ان يمكن مصادرنا في كوره بلس يعني تواصلت مع مسؤولي انبي، واللي قالوا لنا ان يمكن مصطفى شلبي يعني المفاوضات مع النادي الاهلي توقفت لاسباب يعني ربما يمكن الاهلي بيفكر لسه، ربما لسه ما اصبحش الموضوع يعني واخد حد حيز الجديه عند النادي الاهلي، خاصه طبعا مع قدوم مدير فني جديد للنادي الاهلي. يعني مصطفى شلبي الحقيقه لعيب مميز جدا في انبي ولعيب كبير جدا، واعتقد انه هيبقى ليه دور مهم جدا لاي فريق هينضم ليه. ولكن الاهلي كان يمكن عرض على انبي مبلغ كبير، وهو كان 13 مليون، في مقابل ان انبي كان الحقيقه طلب من النادي الاهلي مبلغ اكبر من كده. انبي كان طلب 30 مليون في بدايه المفاوضات، لكن بعد كده يعني نجح النادي الاهلي في انه يخفض المبلغ ده. انبي اصر على ان يكون المبلغ اللي هيحصل عليه مقابل رحيل مصطفى شلبي عن الفريق هو مليون دولار، في الوقت اللي طبعا الاهلي كان عرض 13 مليون، ممكن يوصلوا ل 15 مليون. ايه اللي هيحصل في قصه مصطفى شلبي ده ممكن نشوفه في الايام القادمه. لكن كمان برضو المعلومات اللي عندنا ان يعني كولر المدير الفني الجديد للنادي الاهلي يمكن فضل عدم ضم اللاعب في الوقت الحالي، وقال انه يعني محتاج يبص عليه اكتر شويه ويشوف كمان احتياجات الفريق اكتر اذا كان هو فعلا بحاجه لمصطفى